السلام عليكم، معكم محمد شاكير فاعل مدني. صراحة اليوم كنشكروا جريدة أصوات للتغطية ديالها على هاد الفكرة اللي كتعيشها ساكنة سيدي يوسف علي، خاصة مع المشكل ديال النظافة. كيف تشوفوا هنا في هاد الوقفة راه غير ديالنا على المنطقة اللي حياتنا وقا رائحة صعيبة ان الناس يستوشقها معاناة، كاينة بزاف ديال المعاناة وكاينة بزاف ديال المشاكل، منها ما هو مشاكل بشرية ومنها ما هو بالنسبة ما هو تقني وبالنسبة كذلك. فصراحة حنا كنشوفوا واحد الضعف، واحد عدد العمال قليل من جنة مراكش بالنسبة لهذه الشركة هذه، وما عرفناش علاش ما بغاش يقوموا بالإضافة ديال العمال، باش لأنه هذا الشيء كثير الناس اللي تتشطب والناس اللي هذا الشيء كثير بهذا العدد مقارنة بعدد العمال. وكذلك المشكل ديال القلة ديال الحاويات تاع النظافة. بحال دابا حنا في سيدي يوسف العلي كاين أكثر من 170,000 نسمة، وحنا دابا مثلا في سيدي يوسف العلي أنتم كيف تشوفوا في ساحة المصلى بلاصة مكتاش، والله كتجي لهنايا ماشي يقول لي حاوية وحدة، وراه دابا حتى هاد الحاوية راه فيها دابا مشاكل. أنت لا شفتي دابا مثلا هاد الكاستو، أنت لا كان ممكن أنا نمشي باش نشوف من هي باش هذوك الحاويات يكونوا من هنا، ويكون هذا الطريق ورا ما يكونش هنا، يكون تحفر وتقاد مع الشانتي باش تجي كيجي وتخرجوهم هكا بهذوك الروايات ديالهم وتيدير. انت راه كاين انت تشوف هنا ما فهمناش هذوك الناس فاش جاو دار منين بغي منين بغي منين بغي يدوروا هذا الشيء منين بغي يدوروا منين بغي غريبة جد غريبة. نقطة أخرى اللي كنا كنقولوا حنا كنتمناو بأنه سيدي كاين بلا إشكالات بزاف، راه في سوق بولربيح راه واحد النقطة كارثة بيئية تكون تمايا، وراه ماشي يقول لي لا بغيت ما بغيتش تمشي تشوف راه فضيحة. والساكنة مثلا عرفتي تمايا كاينة الساكنة تبغي تحل في هذه الأجواء الحارة، تبغي تحل الشراجم ما يمكنش أنها تشم هذيك الريحة. صحيح حنا كاين شي حوايج اللي تيضروا في الخاطر، لانه الناس ديال جسم قطاع السجيس كاين خصهم يديروا الدور ديالهم ويمارسوا الدور ديالهم في التتبع والمراقبه لهذه الشركه داخل هذه المنطقه. شوفوا مثلا هذا الشيء وما تيكونش ما تيكونش واحد التحرك ولا يعيطوا للشركه يقول لها راه كاين واحد المشكل هنا في المنطقه، خاصه في المنطقه راه هنا تيبان بانه الانسان كاين راه هذا هو تيقول لك انت مغربي، هنا تتغيب بالروح الروح كي تتغيب الاراده راه فاش لانه مواطن ماشي غير هذا المواطن تيعطي فلوسو من جيوفو باش يستافد من واحد من هذه الخدمه هذه ويستافد منها في المستوى، ماشي اش يقول له بنادم ما تيعطي الفلوس ويعطي في الضرائب وهذا وفي الاخر تيلقى واحد الخدمه اللي هي ضعيفه ودون المستوى. انتم كسكينه استاذ واش كتراسلوا الجهات المعنيه؟ قمنا بالنداء عديد المرات لانه كاين فشل كبير وتسيير هذا القطاع خاصة هنا في مدينة مراكش، وعدد من الزملاء راسلوا فاعلين جمعويين أحرار حتى هما كذلك نادوا سواء هنا في مقاطعات سيدي يوسف العلي سواء في مقاطعات أخرى، لكن للأسف ماشي يقول لي ما كاينش واحد تجاوب وتيغيب التواصل فاش نهضروا على النقاط اللي حساسه بحال هذه، لأنه نغبر وحنا راه في 2023 خصنا نكونوا كان مرادنا أننا حنا كفاعلين جمعويين نكونوا تنهضروا ونتحاوروا مع الجهات المنتخبة باش المواضيع اللي واصلة بحال تخريق الحياة العامة بزاف التنمية وهذا
لا ولكن تلقاو راسنا حنا باقي حنا تنهوتو على النظافه. محمد شاكير، انت نتوما كفاعلين جمعويين، اشنو هي الرساله الاخيره اللي توصلوا للناس اللي مفوض لهم التدبير ديال هذا القطاع ديال النظافه او الناس المعنيين بالامر؟ اولا تنوجه النداء ديالي والرساله ديالي السيده العمده، اننا واحد الاهتمام صراحه بسيدي يوسف بنالي، لانه صراحه حنا فقنا في الاستاذ النظافي زعما باش انها تخدم المنطقه، لكن باقي تنعانيو حنا دابا في 23 وفي 23 وباقي هنا اش يقول لي، لانه سيدي يوسف بنالي يستاهل افضل، يستاهل اش يقول لي الله يسهل لي يكونوا مؤسسات وفضاءات عامه باش يستافدوا منهم الشباب ديالهم، وكذلك التصور اللي تنشوفوه اللي تناخذوه من تصور تاع جلاله الملك نصره الله في بناء مدينه، خاصه مدينه مثل مدينه مراكش اللي هي مدينه عالميه ومدينه سياحيه، وما يمكنش انها ترضى يبغي يكون تكون على هذا الحال. وتحياتي ليك وشكرا بزاف لجريده اصوات للتغطيه ديالها المواضيع الهادفه مثل هذه ديال الساكنه، شكرا جزيلا. فيما يتعلق بعد بعض البركات الكيماوي، هذه نقطه سوداء في منطقه سيدي يوسف بنالي بالدرجه الاولانيه، وهذه البلاصه هذه معروفه يعني جميع من المحلات اللي في خمس الله تيجيو تيخدموا فيها، وكي تشوفوا جميع ان هذه البركات طايحه، يعني البلاصه هذه راه فيها ماشي هي الاشكال ديال البركافه، ولكن حتى الاشكال الاخر ديال التكوين فاش غتكون انت كجهه جهه الخيط، وهذا راه كنتحسن فيه الشركه اكثر من مره حاولنا نتصلوا بهم كاين تدخلات. فيما يتعلق بالنظافه في منطقه سيدي يوسف يعني كاين واحد التغير وواحد التحسن مؤخرا، يعني كاين واحد الزياده في العناصر، دابا راه كاين واحد السيد راه تيشطب دابا تيكون بالليل هنا، كذلك عندنا جوج الكاميرات تيدوزو ساخت مسله، واحد تيدوز مع وحده ديال الليل، واحد تيدوز مع ربعه ديال الصباح، وتيكون عندنا واحد السيد تيشد السواق في السنة تيبدا ابتداء من نهار 12، تيكون تيبدا يعني من الاخر ديال السواق في السنة، يعني بالضبط جهة القرآن تيبقى من طرق حتى الساحة. يعني كاين واحد التحسن مؤخرا تلقوه انطلاقا من التواصل ديالنا مع المسؤولين بينهم، يعني سي عمر اللي هو مسؤول في شركة أرما واللي هو مكلف المنطقة ديال سجيف المالية والمدينة، كاين واحد شوية التحسن. اللي بغينا يكون اكثر تكون حتى تكون المساهمه ديال المواطن، راه المواطن ما غاديش ينساو، راه كاين يعني راه تيساهم كبير في واحد الشق كثير في يعني في التلوث ديال المنطقه، كنعملوا يعني باش عاود يتطور هادشي شي شويه، ما تنقولوش ان شركه نظافه ارما يعني قايمه بالواجب ديالها على ما يرام، كاين واحد التغير كانت عندنا، راه منطقه سيدي يوسف كتعتبر من احسن المناطق نظيفه في مراكش. نعملوا كمواطنين وكفاعلين جمعويين داخل منطقه سيدي يوسف يعني بغينا يعاود إعادة النظر في المنطقة، يعاود يزيدوا لنا ليفيكتيف، يتزادوا بركاسات أرضية راه كاينة وحدايا قريبة لهادي، هاد البركاسة هادي. طيب عندنا دابا فاش كنتكلموا على النظافة كاين فرق ما بين الأحياء والشوارع الكبرى، دابا حنا كاينين في شارع كبير، ولكن الغريب في الأمر هو كاينين حدا مستشفى القرب. اتفقنا. ألوغ دابا هاد النفايات وهاد المخلفات اللي كاين هنا وهاد الروائح شنو كتقول عليها وهي قريبه للمستشفى القرب؟ يعني مثلا عندنا بركاسات ارضيه هي قريبه ياك، يعني راه حدا ديك الكاميرا ديال الامن، عندنا هاد البركاسه هادي اللي كاينه هنا، هنا راه كان نورمالمون جوج البركاسات ماشي وحده، جوج البركاسات كتكون هنا، هادو عليهم واحد شويه الضغط، علاش؟ اقرب نقطه لسواق تونس الله باش يرموا الزبل هو هادي، مع العلم انه ما يمكنش انه دار بركاسه في الشارع نقطة فيها، ما كاينش شي سباس فين يمكن تدار بركاسة بصفة نهائية، للأسباب المباشرة، الأسباب المباشرة من ابتياع يعني لهذا الزبل هذا وهذه الروائح الكريهة، راه قلت لك أكثر من البركاسة، إلا جيت اللور ديال تما راه يبان لك العجب العجب، اللي بيتغوط اللي بيتغول حاشاكم راه تيجي لهذاك اللور، مع العلم أنه ها هي، هذا راه مرقد عمومي، هذا هنا مرقد عمومي أرضي. يعني هذا راه اشكال، واخا تعرف من القضاء العمومي راه كاين اشكالات، كنا طرحناهم على الاتحاديه، كنا راه في تواصل مع المسؤولين، راه تيحاولوا يعني الى اعتراضات الاقتراحات راه تي يعني تيستجبوا ليها، هي هو تنحاولوا نطلبوا اكثر انه تتم النظافه تكون اكثر على يعني في مستوى اكثر، وبالنسبه لهذه النقطه السوداء اللي كاينه هنا نتمنى تغير هذه البركاسه هذه، حتى هي بركاسه ارضيه
ويدار هنا شي اسباس فيغت ولا شي حاجه باعتبار انه مستشفى يعني ويغطي حتى على هاد لي ريزو باش حتى الناس تشمو شي شويه ما يبقاوش يعني يقوموا بهاد المسائل هادي. وتنشكروا جريده الاصوات على يعني على التغطيه ديالها. حنا خويا كنعانيو من هادشي تاع الزبيب عند اليوم ما تشوفوش يخدموا تبقى البركه صعبه 3 ايام 4 ايام. المهم بغينا هادشي العمال باش وين السويقه اخويا راه هادشي راه خص حي هذا معروف شعبي خص يكون فيه النظافه فهمتي باش دابا نصحلو. اشنو هما اشنو هما دابا الاضرار اللي عندكم دابا في هذا الشكل هذا؟ واش دابا الكميو واش دابا الشاحنه واش ما كيجيوش يوميا ولا شنو المشكل دابا ديال السبب ديال هاد الحاويات اللي كيبقاو؟ دابا خويا ما بقاش بيخدموا ما بقاش بيخدموا هاد العمال هاد. واش العمال ولا واش العمال ولا 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 الشركه؟ شوف اش العمال الشركات المهم هادشي ديما بركاسه مخليو باه الزبل هنا واش خص يكون نزاف سي جي يوسف راه حي معروف ماشي الشاحن اللي هو هذا. خدموا معنا من نيتكم الله يرحم الوالد هادشي هما في المدارس في المرافق العموميه والزبل اللي كنا في هادشي تيعتسوا مع خيبه البلاد. بينا خويا قالت لنا هادشي هذا. السلام عليكم. مع العلم انه مراكش كنعرفوها مدينه سياحيه كبيره وعالميه. مدينه عالميه فهمت بصراحه لك مدينه عالميه خص يكون النظافه هي الاولى. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.